مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات رؤية جديدة، والتي نتطرق فيها إلى حالة إبداعية جديدة، حالة تستنهض طاقات الشباب وتعزز قيم الديمقراطية والمساءلة والشفافية. أعزائي المشاهدين، نلقي الضوء اليوم على تجربة فريدة ورائدة تجسدت في المجالس المحلية الشبابية، والتي شهدت انتشارا واسعا في المجالس البلدية في فلسطين. للتعرف على هذه التجربة معنا ضيوفنا الكرام في الاستوديو: الأستاذ المهندس منجد الهواش، نائب رئيس بلدية بيت صحور، والسيدة نائلة الحايك، منسقة العلاقات الداخلية والإعلام في بلدية بيت صحور، وأيضا الأستاذ أحمد ديرية من منتدى شارك ومنسق منطقة الجنوب للمجالس المحلية الشبابية وجمهور الحلقة من المجالس الشبابية. أهلا وسهلا بالجميع. بداية الحديث أستاذ أحمد، احكي لنا شو هدف هذه المجالس؟ انطلقت فكرة المجالس المحلية الشبابية من حوالي 5 سنوات، وكانت تجربة في 4 بلديات. إنه الشباب في إشكالية واضحة في عملية مشاركة الشباب في صناعة القرار فترة من الفترات، ولحد اليوم البلديات بتلعب دور كبير في صناعة القرار على المستوى المحلي، والشباب اللي هم من سن 15 ل 24 بشكلوا أغلبية كبيرة في المجتمع الفلسطيني، لكن للأسف فيش نسبة مشاركة عالية في عملية اتخاذ القرار. ليش؟ لأنه نظام الانتخابات في الهيئات المحلية بيسمح لمن هم عمرهم 25 سنة أو أكثر بالمشاركة. ومن وجهة الفكرة وانطلقت الفكرة في 4 مناطق زي ما حكيت، أبدوا الشباب فيها مقدرتهم العالية على تحمل المسؤولية، نفذوا مجموعة كبيرة من النشاطات والفعاليات، خلت كل البلديات والمؤسسات المحلية تهتم بهذه الفكرة، وكمان المؤسسات الأجنبية الداعمة للمشاريع في المناطق الفلسطينية. وبلش الفكرة تتطور لحد ما وصلت اليوم ل 24 مجلس محلي شبابي بتم متابعتهم من قبل منتدى شارك الشبابي ومجموعة من المانحين أهمهم السي اتش اف. والمجالس اليوم فعلا أثبتت مقدرتها العالية في حالة ما أخذت الفرصة، لأنه فعلا الشباب عندهم طاقات وقدرات عالية، لكن هم بحاجة لفرصة جيدة. وباعتقادي أنه يعني انتخابات المجالس المحلية الشبابية هي فرصة ممتازة للشباب ليأخذوا حيز فيها للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. نعم أستاذ منجد، كبلدية كنائب رئيس، شو طبيعة التعاون والآلية مع المجالس الشبابية؟ آلية التعامل مع المجالس الشبابية، أول شغلة بتوفير مقر في البلدية لهم، مشاركتهم في الخطة الاستراتيجية السنوية للبلدية، وبإدخالهم جميع الفعاليات في هذه الخطة، وبالتالي رسم مستقبل استنهاض الشباب للتعامل في البلدية، ومستقبل البلدية يكون عندنا شباب لمشاركتهم الفعالة في هذه البلدية، بالإضافة للدعم المعنوي الدعم المالي، منوفر لهم الآليات إذا احتاجوا، منوفر لهم المكاتب، كل الطاقات الموجودة في البلدية بتتوفر لهم فيها للعمل فيها. نعم أستاذ أحمد، شو خصوصية هالشباب في هذا العمر؟ الخصوصية والأفكار متغيرة عند الشباب، وفي فرق كبير بين طريقة التفكير بين ممكن العاملين في البلديات والشباب، وهذا بصراحة شكل أحد التحديات. البلديات أبدوا تعاونهم من البداية ودعموا وساعدوا بقوة الفكرة، لأنه واضح كان قناعتهم بأهمية مشاركة الشباب من ناحية، والشباب أفكارهم متغيرة ومختلفة واهتماماتهم مختلفة، شكل عائق صحيح، لكن مع الأيام مع الخبرة مع العمل والاستفادة من خبرة البلديات والمجالس البلدية وموظفين البلديات بلشت طريقة تفكير الشباب تختلف شوي. الشباب اندرجوا أكثر في العمل المجتمعي من ناحية، والأهم في جانب الحكم المحلي في فلسطين. كان في قلة وعي واهتمام من قبل الشباب في الحكم المحلي، البرنامج أعطاهم فرصة كثير ممتازة إنه يصير عندهم معرفة حقيقية بآلية عمل البلديات، شو المهام اللي بتقع على عاتق البلدية، شو المهام اللي بتقع على عاتق المواطن، وآلية الربط بينهم. الشباب بيستخدموا أساليب مختلفة من شبكات التواصل الاجتماعي في التواصل فيما بينهم، والبلديات اليوم صارت فعالة بشكل أكبر وصارت تستخدم هذه الشبكات في التواصل مع الناس، صارت تعقد مجموعة من اللقاءات والورش الجماهيرية اللي بيكون مشترك فيها الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. في فجوة، لكن مش بالكبر اللي بنحكي عنه، لكن بلشت هاي الفجوة شوية تصير أقرب. البلدية مستوعبة الشباب، متفهمة الطاقة القوية الموجودة عندهم واندفاعهم،
والشباب متفهمين الخبرة الكبيرة الموجودة عند البلدية، وهي في النهاية علاقة تكاملية هدفها في النهاية خدمة المجتمع. البلدية معترفة في أغلب المناطق اللي نشتغل فيها، وهون نتجيد أني أنوه أنه المناطق اللي كان فيها تفاعل وانسجام من قبل البلدية مع المجلس الشبابي، المجلس الشبابي أبدع فيها وقدم مبادرات نوعية وأنشطة نوعية، وأخذ تدريبات انعكست بشكل كبير على الهيئات العامة اللي بتشكل منها المجلس المحلي الشبابي. فعلاقة تكاملية في حالة ما انوجدت العناصر الأساسية اللي هي البلديات والشباب، هم أهم عنصرين في هذه المعادلة. بتلاقي المجالس الشبابية أبدعت فعلا ووصلت صوت الشباب بشكل حقيقي على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. بالإضافة إلى البلدية، كان رؤيتها في المجالس الشبابية إنه عندنا طاقات كثيرة متخرجة، إنه تقدر تعطيهم تحفيز إنه يبدعوا في مشاريع لدعمها منا من الحكم المحلي ومن المؤسسات الأبدية، وفتح أفاق التفكير لهم في 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 أي فكرة وشغل لهم ممكن يطوروا، بالتالي يخفف من البطالة. الشغلة الثانية، رؤية البلدية إنه وجود فجوة سياسية ما بين جيل الشاب والجيل الكبير. في المرحلة الانتفاضة الأولى كان جل الانتفاضة على الشباب. في الانتفاضة الثانية كانت بعد الشباب كثير عن العمل السياسي وعمل المجتمعي، وهذه الفجوة لقيناها بشكل واضح، قعدنا ندخل فيها نحاول نفعلها بعملية اللي هي العمل التطوعي، تفاعل المجلس الشبابي مع البلدية بكل مؤسساته، بكل طاقات البلدية يأخذها المجلس الشبابي لتفعيلها، لأنه زي ما قال أخونا أحمد أنه فعلا اهتمام الشباب أول مش زي اهتمامهم اليوم. بالتالي هذا الفكر السياسي عند زمان كان الواحد عندنا من عمره 10 سنين عنده انتماء سياسي وحافظ، اليوم في انتماءات سياسية بس ما فعالة زي الوقت زي زمان. فهذه من الرؤيات المهم، وفتح أفاق شغل لهم كيف يطور. دورك أستاذ أحمد في توجيه المجالس الشبابية، احكي لنا عن دورك. هو مش دور منتدى شارك الشبابي، احنا في عنا نظرة كمنتدى شارك الشبابي في عملية التنمية والعمل مع الشباب، وهذا ما بنأكد عليه دائما في لقاءاتنا مع الشباب. احنا بنقول ان الدور مش دور المؤسسات الشبابية ولا دور البلديات، احنا ناس مساعدين ومساندين وبنحاول قدر الامكان انه نساعد تطوير الافكار. لكن بنقول انه عملية التنمية وخصوصا في جانب المجالس المحلية الشبابية بتمر بأربع خطوات متمثلة بالاحتياج. الاحتياج لا احنا البلدية ممكن تساعد فيه من خلال خططها الاستراتيجية اللي بتضعها للمستقبل، فبنحكي انه الاحتياج من اللي بضعه الشباب. الخطوة الثانية التخطيط لهذا الاحتياج برضو اللي بضعه الشباب، والخطوة الثالثة والأهم التنفيذ برضو اللي بكون في الشباب، والخطوة الرابعة والأكثر أهمية تحمل المسؤولية والتقييم. ما حداش رح يتحمل المسؤولية عن المجالس المحلية الشبابية إلا أنفسهم، رئيس المجلس وأعضاء المجلس وأمين السر هو الشخص اللي رح يتحمل المسؤولية. إحنا بنساندهم وبنحاول نساهم في الدعم المادي والمعنوي، لكن في النهاية العبء الأكبر أو الثقل الأكبر بكون بك على عاتق المجلس. المجالس الشبابية هدفها تخريج قادة سياسيين ومحليين بكرة يساعدوا في عملية التنمية في البلد، فبنفعش تيجي مؤسسة أو منتدى شارك الشبابي أو البلدية يحطوهم في قالب يكون المجلس الشبابي لازم يشتغل في هذا المجال. إحنا نحكي إنه الشباب بدهم فرصة، الشباب يأخذ الفرصة من الألف إلى الياء، بدهم يأخذوا الإبداع كامل، بدهم هم يبادروا وهم ينفذوا وهم يتحملوا المسؤولية وهم يخاطبوا الشباب. وبنفعش بعض الإجراءات اللي بنعلق عليها في المجتمع نعتبرها سلبية، من عدم تواصل البلديات مع المجتمع المدني أو مع المجتمع الأهلي، يجوا الشباب لما يمارسوا في نفس الطريقة، وهذا كمان بشكل تحدي وعائق إنه لامس احتياجات الناس على الأرض، ولما نيجي نعكسها بطريقة صحيحة بتعبر عن المجتمع المحلي عن مشاكل البلد. في بعض المناطق المجالس المحلية الشبابية صارت تلعب دور الوصل أو جسر أو قناة الاتصال بين المواطنين والبلدية، لأنه الشباب موجودين على الأرض. البلدية عندها اهتماماتها الجيدة، عندهم كثير ضغط البلديات، اهتماماتهم ممكن تكون بعيدة شوي عن تلمس احتياجات الناس، والشباب بشكل يومي وهيئتهم العامة بشكل عدد كبير من البلد اللي هم اللي شاركوا في عملية الاقتراع واللي سمعوهم في المناظرة وفي كل هالجوانب. فالمجالس الشبابية تلعب دور جيد في عملية الربط مع البلديات، هي المواطنة الصالحة. صحيح. والأهم النقطة اللي بدي أركز عليها إنه الشباب هم العنصر الأساسي في عملية مشاركة الشباب.
واحنا دائما بنشجعهم يعني كل المؤسسات المحليه والدوليه خذوا نصائحهم لكن ما تاخذوا الافكار اللي بيشتغلوا عليها في التطبيق على الارض. الفكر متعلق فيكم كشباب محافظه بيت لحم او بيت جاله او بيت فجار او اهل الحول او سلفيت او قلقيلية او اريحه، كل الاحتياجات هي بتعبر عن شباب عن شبه هاي المناطق، فانتم خذوا احتياجاتهم ونفذوا مبادرات وصمموا انتم مبادرات واحنا بنساعدكم، والبلديه كمان تبدي استعدادها بشكل دائم على المساعده بما لا يتعارض مع بعض الافكار المتعلقه بالعادات والتقاليد، اما باقي الافكار بتكون دائما مفتوحه. وزاره الحكم المحلي شو دورها هون؟ وزاره الحكم المحلي القيت دورها انه هي اول شيء الراعي الرسمي لهذا البرنامج بشكل عام، واللي هي طبعا مسؤوليه البلديه من الحكم المحلي. القيت اللي بنتامل فيه وشغالين عليه الحكم المحلي من الوزير ابو الفهد فهد القواسمه خالد انه راح ندخل الشباب في انتخابات المجلس البلدي المحلي، انه لازم يكون لهم حصه في نقل اصواتهم الحقيقيه. جميل. مش بس من المجالس الشبابيه، هو يكون عضو مجلس وفعال انه ينقل صوت الشباب اللي بتشكل نسبه منيحه في هذا المجتمع في نقل صوتهم الحقيقي وتفعيلهم على ارض الواقع وتلبية احتياجاتهم في هاي. فالحكم المحلي له دور رئيسي برعيه لهذه البرامج وبمؤسسته لهذه المؤسسات الشبابية. يعني بالنسبة لوجهة نظري، وزارة الحكم المحلي كانت داعية بقوة للفكرة وتم إقرارها في الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية لوزارة الحكم المحلي في عام 2011 كأهم وسيلة من وسائل المشاركة المجتمعية، هي المجالس المحلية الشبابية لأنها بتمثل العملية الديمقراطية من خلال الاقتراع. وزارة الحكم المحلي أدت استعدادها الدائم من خلال مجموعة كبيرة من اللقاءات اللي تمت بحضور رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات وأعضاء المجالس المحلية الشبابية، أبدت دعمها المتواصل للفكرة وقناعتها التامة بأهمية أنه يكون في مجالس محلية شبابية في كل البلديات. لا مش اقتصر الموضوع على مجموعة من البلديات اللي موجود فيها دونر أو حد ممول للبرنامج، تصفي هاي سياسة وطنية بتتبناها السلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية التمويل الآخر. بالضبط، يصير برنامج وطني يتم اعتماده من قبل وزارة الحكم المحلي ومن قبل الحكومة الفلسطينية ومن قبل السلطة الوطنية الفلسطينية كأهم وسيلة من 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 وسائل مشاركة الشباب. وهون الفرق في المجالس انه هي بتصير نفس فكرة محاكاة المجلس البلدي، نفس النظام اللي المتبع من قبل لجنة الانتخابات، وكانت لجنة الانتخابات المركزية متابعة كل الإجراءات اللي بتكون فيها الانتخابات، الاقتراع والتسجيل والانتساب والترشح. عدد كيف؟ في تزايد بعض المناطق. يعني عندي تجربة شخصية بعض المناطق، هي بيت فجار جارت أول انتخابات في آخر 2008، كان نسبة المسجلين للاقتراع حوالي 370 شخص. في الانتخابات الدورة الثانية اللي كانت في 2010 بداية 2011 كانت نسبة المقترعين 606، يعني الدبل تقريبا. نعم جميل. في عام 2013 قبل حوالي 5 شهور ورئيس المجلس الشبابي موجود معنا، كانت نسبة المسجلين حوالي 780 شخص. جميل. فبتلاحظ التزايد في بعض المناطق. هسه عشان أكون واضح وصريح، مش دائما كانت الفكرة إيجابية بهالطريقة وبتلاقي فيه إقبال كبير من الشباب. في بعض التجارب اللي ممكن ما نعتبرها نماذج نجاح، لكن في أغلب المناطق كانوا الشباب بيثبتوا مقدرتهم العالية على الأرض، وهذا بيساعد شباب الهيئة العامة في المراحل اللي بعدها بأنه يهتموا في البرنامج. كل قديش بتسوي الاجتماع مع الهيئة العامة وتقييم الأمور متابعتها؟ كل قديش؟ شهر، شهرين؟ اجتماع الهيئة العامة في نظام داخلي معتمد للمجالس المحلية الشبابية، وبتم تعديله بشكل دوري، وراح يتم إعداد تعديله بعد شهر رمضان من قبل المجالس المحلية الشبابية المنتخبة الجديدة. حسب النظام الداخلي لازم مجلس شبابي يعقد اجتماع بشكل أسبوعي، اجتماع دوري المجلس الشبابي. لكن مع الهيئة العامة على الأقل كل 6 شهور لازم المجلس الشبابي يعقد اجتماع للهيئة العامة يحكي فيها عن احتياجاتهم عن تطورات المشاكل ويطلب منهم مساعدتهم في الأنشطة والفعاليات اللي بيعملوها. هسه في أغلب المناطق اللي كان فيها تفاعل كبير من الهيئة العامة لاحظنا الفرق في الإنجازات على الأرض، وهذا اللي بنأكده دائما في علاقتنا مع المجالس المحلية الشبابية المنتخبة بشكل جديد، إنه دائما قديش بيكون في ثقة من الهيئة العامة مع المجلس الشبابي بتلاقيه راح ينعكس لقدام على نوع الفعاليات، على نوع الخدمة اللي راح تقدموها، وزيادة الثقة المجتمعية من ناحية، وزيادة ثقة البلدية إنه هذول جسم قوي ممكن نلاقيه في كل الفعاليات وفي كل الأحداث اللي ممكن نعملها لقدام. إحنا دور الحكم المحلي، بس أقول لك إحنا أهم شيء في دور الحكم المحلي
انه هو القطاع في مشاريع تمويليه، بس هذه تكون سياسه وطنيه دائما انه يكون الشباب منتخبين واستمراريه الانتخابات وتطوير الشباب في الانتخابات. هي مش بس انه يعني هذا في عندنا برنامج لسنه سنتين 10 سنين، لا، هذا بده يكون عندنا ثقافه وطنيه دائمه لكل المجالس البلديه، وقاعده بتزايد المجالس البلديه بضغط من الحكم المحلي وبالنجاح التجارب في مجالسنا الشبابيه اللي بدت في بيت فجار وانطلقت لكل، وهي مثلا عندك بلديه بيت لحم وبلديه بيت جال انتخابات جديده وقاعده بتتوسع. فهذه سياسه وطنيه قوميه لتفعيل الشباب، وهذا اهم شيء في دور الحكم المحلي، تفعيل الشباب في المجتمع والعمل المواطنه واقناع العالم في انه في مواطنه، لازم انتماء للمواطنه. جميل، تفضلي قربي الميكروفون، عارفين عن حالك. اسمي نائلة الحياك، مسؤوله العلاقات العامه الداخليه والاعلام في بلديه بيت زحور. اهلا وسهلا. يعني انا اللي بشتغل مع المجالس المحليه الشبابيه تقريبا 3 سنوات، يعني فعلا انه احنا بالنسبه لنا كبلديات احنا وجدنا انه في عندنا فجوه فراغ بيننا وبين مجتمع الشباب، وكان من الاهميه الكبرى انه اذا احنا بدنا نغطي احتياجات كل المواطنين في المدينه، انه احنا لازم نسمع صوت كل المؤسسات ونسمع صوت شرائح كافة شرائح المجتمع. عشان هيك عقدنا ورشات عمل لعدد من الشرائح وقدرنا نضع الخطوط العريضة وشاركنا المجتمع المحلي في الخطة الاستراتيجية ومن ضمنهم قطاع الشباب. هلأ أهم إشي بالنسبة لقطاع الشباب، يعني قطاع الشباب كان في فراغ زي ما حكى المهندس منجد، كان في فراغ سياسي بين مجتمع الشباب وبين الفصائل السياسية، وبنفس الوقت انه كان هم فئة مهمشة، يعني ما كان حدا يسمع لصوتهم. هلأ الأهمية الكبرى انا اللي بطالبه من بلدياتنا وبطالبه من المجالس من الحكم المحلي، أهم إشي تغيير القوانين. يعني إذا إحنا ما غيرنا القوانين يعني ما بنقدر نعطي صلاحية أو نعطيهم الأهمية إنه هم فئة موجودة قادرة على التغيير. فإحنا إذا بدنا نغير لازم نغير كمان القوانين الخاصة في الحكم المحلي، على أساس إنها تكون المجالس الشبابية مدرجة ميزانيتها من خلال البلدية ومدرجة من خلال الحكم المحلي. هلأ إذا أدرجت هاي الميزانيات وقرت هاي الميزانيات وصار لهم صار صوتهم مسموع بهاي اللحظة، إحنا يعني أنا هذا الحكي أنا لاحظته من عامر خير رئيس المجلس الجديد. يعني عامر خير عنده طاقات هائلة، بس للأسف هو ما كانش عارفها، بس يوم ما صار اتعرف على طاقاته وأبدع هذا الشخص. يعني خلال شهرين عامر خير قدر يسوي قفزة نوعية في المجلس المحلي الشبابي ويحوز على ثقة المجتمع ويحوز على ثقة البلدية. فإحنا لازم نعطيهم فرصة وبنفس الوقت نسعى إنه يصير عندنا مشروع مؤسسي، يعني مشروع قادر على إنه هو يوظف نفسه ويخلق مشاريع إنتاجية لقطاع الشباب، وبنفس الوقت إنه هو يكون قادر على إنه يتابع مع هذا القطاع. أنا قبل ما أخذ مداخلات بدنا نشوف تقرير عن هذا الموضوع بعد ما نكمل نقاشنا. برنامج الشرط الصغير زراعة الأشجار وحماية البيئة وإنجازات عديدة للمجلس المحلي الشباب الثاني في مدينة بيت ساحور، والذي تم تنفيذه نتيجة تعاون مشترك بين مؤسسة CHF الدولية ومنتدى شارك الشباب ومجلس بلدية بيت ساحور. ويهدف المشروع إلى بناء المواطنة الصالحة وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة. هدف المجلس المحلي الشباب بيت صحور أنه خلق جيل واعي قيادي قادر على فهم الانتخابات، على الأمور السياسية، على الوضع الفلسطيني، على الوضع المجتمع،
قادر على القيادة وتحمل مسؤولية، كذلك على القدرة على التعليم والمبادرة والمشاركة. إنها تجربة إبداعية تساهم في إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي بما يتلائم مع الاحتياجات الشبابية والوطنية. شكر خاص لطالبة أرليت أبو فرحة سوت هذا التقرير. أستاذ أحمد، البرامج التدريبية حكينا عنها شوي، وكل قديش وكيف بتقيموها وبتتابعوها مع البلدية؟ هي كمان نابعة من احتياج الشباب، يعني مش احنا يجي بنجيب برنامج تدريبي مختص انه والله هذا البرنامج مجموعة من الساعات التدريبية نفضها على المجالس المحلية الشبابية. هذا تابع للفكرة اللي حكيتها في البداية، انه حسب احتياج واهتمامات الشباب في بعض المناطق ممكن يكون في خصوصية للعمل في هذه المناطق. في بعض المناطق كانت المجموعات الشبابية المنتخبة اللي هي مجالس المحلية الشبابية بتتم أول انتخابات محلية، فهم بحاجة لبعض المهارات الأساسية المتعلقة بالاتصال والتواصل، بمفهوم القيادة، بالعمل ضمن فريق، بالتخطيط، بوضع الموازنات. في بعض المناطق كان الشباب فيها قطعي شوط في العمل المجتمعي والعمل المؤسساتي، فصممنا بعض البرامج التدريبية الخاصة فيهم نابعة حسب احتياجهم، متعلقة بالإعلام الاجتماعي مثلاً، بمخاطبة الدونر، بكتابة المشاريع، برامج متقدمة من التدريبات، البروتوكول وكيفية التعامل مع الوفود، مجموعة كبيرة من التدريبات برضو هي تابعة من احتياج الشباب. هسه عملية التقييم بتتم من خلال منتدى شارك الشبابي بنماذج خاصة بتم تعبئتها بعد كل تدريب، وتم دراستها واقتراحها بعض الأحيان على البلديات، وانه شو رأيكم في هالبرامج، هل أثرت بشكل كبير أو لا. بس أنا وجهة نظري الشخصية انه هاي عملية تنمية، عملية التنمية هي بحاجة لجهد كبير من العمل، تدريبات واللقاءات والورش والانتخابات لحد ما نقدر نأثر بشكل كبير في الشباب. فهذا جزء كبير، التقييم والأثر الملموس منعكس على الأعداد، لكن المهم بالنسبة لنا وباعتقادي كمان على البلديات الأثر المعكوس على السلوك، السلوك المجتمعي، السلوك الإنساني المتعلق بعملية مشاركة الشباب في جانب الحكم المحلي، والأهم في موضوع المواطنة، إنه إحنا بدنا مواطنين صالحين يكون ناتج كل هالعمل المجتمعي والمؤسساتي، يقدر يخدم البلدية من ناحية ويعبروا عن صوت الشباب من ناحية أخرى. هذا طبعاً كله بيعود إنه الشباب هي اللي لازم في الخطة الاستراتيجية هي اللي بتحط شو بدها. طبعاً كل مجلس شباب حسب أقدميته حسب صار يعرف شو بده في تطويره، بس لازم هم يحطوا الفكرة، لأنه إحنا الهدف المجلس الشبابي كان الحكم المحلي ولا CHF ولا البلدية ولا المتدة اللي هم يكونوا قياديين يخلقوا القيادة ويتفاعلوا مع المجتمع، فهم بحطوا الدورة. طبعاً بيكون في عنا إحنا يعني عدة دورات، هم اللي لازم ينقوا أهمية الدورات، هم يكتبوا البروبوزل شو بدهم، عبارة هم إحنا مجرد مساعدين إلهم لإبراز نقصهم وشو حاجياتهم، عشان هذه المبادرات تنتقل منه لشغلهم الذاتي حتى إنه يستفيد منه حتى في شغله. ممكن يسووا مشروع صغير يستفيد منه كيف إنه بده يخاطب الدونرز، كيف بده يخاطب الموردين، كيف بده يخاطب كل شيء والمؤسسات الاجتماعية، فهم اللي بيعدوها، وهذا كله مع الخطة الاستراتيجية اللي هم شاركوا فيها بشكل فعلي وعملي. جميل. المستفيدين كيف عددهم؟ في إقبال كبير؟ هو في إقبال كبير من ناحية، وفي أعداد كبيرة من المنتسبين والمشاركين في التصويت. هسه في تفاوت عشان نكون واضحين، مثلا في بعض البلديات وصلت نسبة الاقتراع بين 50-60%، وفي بعض المناطق وصلت 80% و82%، بعض المناطق من الناس موجودين وصل 76%. ففي نسبة إقبال جيدة إذا بدنا نقيسها بمستوى إقبال الانتخابات الهيئات المحلية. ففي نسبة إقبال جيدة من قبل الشباب واهتمام بالفكرة، وهذا بيكون واضح بالنسبة إلنا فترة الترويج، قديش في ناس مهتمين بالفكرة وعمالهم بيعبوا طلبات انتساب وبيشتغلوا على الموضوع. ممكن بعض التحديات في هذا الموضوع إنه الشباب بيكونوش عندهم الوعي الكامل بالفكرة بكل تفصيل، ودائما هم مستعجلين على انهم يفهموا الموضوع، ويكون في لهم دور اسرع في المشاركه. احنا دائما نوجه رسائل انه شوي على شوي البلديه بتساعدكم، والناس اللي عندهم خبره في هذا المجال بيساعدوكم على اساس يكون في فعلا مشاركه حقيقيه وفهم حقيقي لاليه عمل الحكم المحلي في فلسطين وخصوصيه كل بلديه على حده.
وهذا الحكي اللي أكثر إشي بيشاركوا فيه مجلس الشباب عنا مع بالتعاون مع يعني موظفي البلدية وتوجيههم الدائم في المشاريع وكيف هم يتفاعلوا في المجتمع وين أخطأوا وين بيصيبوا وين بيقووا ثوابتهم. بالتالي هذا الحكي بيزيد في الأعداد المنتخبين والمشاركين ومشاركين في الدورات. جميل جدا. أنا حابب أسمع بعض التجارب، تفضل عرف عن حالك. يعطيك العافية. عبد الله ثواب، عضو مجلس محلي سابق، مجلس محلي أول. أهلا وسهلا. أهلا بيك. عندي مداخلة وسؤال في نفس الوقت. المداخلة أن سمعنا أن كان في فجوة بين الشباب والجهات المسؤولة أو البلديات الموجودة. الفجوة بعتقد باعتقادي كتجربتنا كمجلس شبابي أول في بلدة بيت فجار، إحنا لاحظناها لأن الشباب كان صوتهم مش مسموع، ولما كانوا يقدموا مبادرة شبابية ما حدش يطلع عليهم، لأن إحنا معروف عنا اللي بده يقدم للبلدية وبده يشارك في البلدية ويقدم مشاريع لازم يكون عمره كبير شوي ومن الناس اللي إلهم نفوذ أو من الناس المؤثرة في البلد. أما إننا نحط شاب يشتغل ما كانت الشغلة مش موجودة بالمرة. من خلال مشاركتنا كمجلس شبابي في بلدة بيت فجار قدرنا أن نغير الصورة الموجودة، وقدرنا أن نشارك ونطرح مبادراتنا وأراءنا بشكل قوي، لدرجة أن المجلس الشبابي قدر يشارك بوضع خطة استراتيجية لبلدة بيت فجار لمدة 15 سنة لقدام. كانت الإنجازات بشكل مش طبيعي. الناس صارت تقول إحنا يا ريت أن المجلس الشبابي هو اللي يستلم البلدية ويشتغل بداله. هذا كتجربة. السؤال اللي بدي أوجهه، حاب أوجه السؤال لنائب رئيس بلدية بيت صحور. في حال إن الدعم الجهة المانحة توقف وبطل في دعم للمجالس الشبابية كبلدية بيت صحور، حطيتوا خطة للموضوع هذا؟ يعني بتقدروا تقدموا الدعم اللازم للمجالس الشبابية إنها تشتغل في حال توقف الدعم؟ أعطيكم العافية. بس أستاذ منجد، بس حاب أسأل سؤال، شو الخطط اللي في بيت فجار؟ أنت حكيت في حطيتوا خطط، شو الخطط؟ بس للمشاهدين صار طرح لعدة مواضيع. نعم. في الخطة الاستراتيجية اللي حطيناها، منها ان عدد المدارس خلال 15 سنة بكل حطينا خطة ان خلال 15 سنة عدد المدارس موجودة كافية. ركزنا على موضوع اساسي المهوض، موضوع البيئة. جميل. من ناحية الصحية الموجودة في البلد، احنا من منطقة صناعية وفيها تقريبا 250 مصنع حجر، الناس صارت تعاني من الموضوع البيئي والامراض صارت تنتشر. حطينا خطة ل 15 سنة ان نطلع البلد على القليلة نقدر نخفف من نسبة التلوث الموجودة من خلال زراعة أشجار، عمل قوانين جديدة للمناشير لأصحاب العمل. شكرا لك أستاذ مجد. شكرا. احنا في خطة، احنا الخطة الاستراتيجية في البلدية وهذا النظرة للبلدية انه حتى لو راح الدعم احنا مش راح نضلنا كل عمرنا مركزين على الدعم. نعم. وان شاء الله طبعا يستمر هذا العكي. نعم. بس احنا يعني ما راح تكون خطتنا في هذا الدعم. احنا في طبعا ميزانيتنا في 2013 مش موجودة للمجلس الشبابي بكل صراحة وصدق لذيق الاموال المالية والموارد المالية في البلدية. بالتالي هذا الحكي في 2014 راح يكون لهم مبالغ يعني في ميزانيتهم موجودين. الكتل البلدية بتقدم للمجالس المحلية الشبابية كل الدعم، شو ما بطلبوا احنا جاهزين ونصرف لهم. جميع مقر البلدية، عش غراب، سياراتنا البلدية، مؤسسات البلدية كلها موفرة للشباب. وفي 2014 في لهم ميزانية، بس ان شاء الله يظلهم يشتغلوا احنا جاهزين ان نصرف لهم اي ميزانيه. وما ونتمنى انه احنا ما نضلنا دائما شغلنا الشاغل التمويل الاجنبي، بالعكس احنا معنيين انه احنا الاكتفاء الذاتي منا من بلديتنا يطلع صرف موازنه للشباب وهم يشتغلوا يصرفوها. تفضل استاذ. عشان أعطي لك، مش مشكلة. والبعده أنت عامر، تفضل عرفنا عن نفسك. ميشيل برنورة، من عضو مجلس شبابي محلي بيت صحور. أنا بس حاب أجاوب على السؤال، وإنه إحنا يوم بلشنا نعمل وبلشنا نشتغل في المجلس المحلي الشبابي، يوم الناس صارت تشوفنا وصارت تطلع، يعني تطلع إحنا شو بنسوي، يعني إحنا يوم نروح عليهم بدعمونا. ويعني لو وقف الدعم من اي مؤسسه احنا محل يعني المحلات اللي عندنا وكل كل بيت صحور بتدعمنا واقفه معنا. يعني احنا مش لو وقف الدعم من هنا احنا راح نوقف، لا احنا راح نضلنا نشتغل والكل دعمنا والكل معنا. خطتنا الاستراتيجيه اللي هي الوطنيه نضل لازم تضلكم تشتغلوا. جميل. عامر تفضل. بس قرب الميكروفون. عامل خير رئيس مجلس محلي بيت صحور. أنا بدي أحكي أول شيء عن صعوبات واجهناها في المجلس أو قبل ما احنا نستلم المجلس، قبل المجلس الأول والثاني، أنه كان مظبوط في فجوة بين الشباب وبين البلدية وكان حتى التواصل بين الشباب شوي صعب.
يعني غير انه بين الكبار الاعمال والصناع القرار والشباب، باقي برضو الشباب بينهم بين نفسهم كان الاتصال صعب. من قصص النجاح اللي سويناها هاي الشغله، انه صار في تواصل بين الشباب، بعدين كسبنا وجهه الشباب في شغله مهمه اللي هي العمل التطوعي. كانت شبه معدومه، موجوده بس في الكشافات، حاليا صارت في جميع المؤسسات موجوده، وجميع المؤسسات لما تسوي عمل تطوعي تلجا للمجلس المحلي الشبابي عشان تسوي هذا العمل التطوعي. فهي من قصص النجاح اللي صارت. فيما يعني لبعدين بشوي تطورت الموضوع وصار كثير مهم، فتوسع المجلس الشبابي عندنا، صار الهيئه العامه تقريبا من اكبر الهيئه العامه في المجالس المحليه، تقريبا 1000 عضو في المجالس. فصار شويه يعني المجلس اخذ على يعني اخذ حجمه اكبر، والشباب صاروا يهتموا فيه اكثر من اللازم، لدرجه انه الهيئه العامه نفسها صارت تحب تخدم في البلد وفي المجلس والعمل التطوعي اكثر من اول. جميل، تفضلي. بس بدي احب اضيف شغله، انه بلديه بيت صحور لها علاقات واسعه، علاقات دوليه واسعه، يعني من اهمها انه المجلس المحلي الشبابي في بيت صحور اشتغل مع مجموعه بلديات فرنسيه على تاهيل ورفع مكانه وتمكين قطاع الشباب، وهلا هم احنا عمالنا بنفتح لهم افاق. بكره عندهم عمل تطوعي مع النرويجيين، في لهم كمان أفاق، يعني سافر رئيس بلدية بيت صحور على بلجيكا، وفي لهم هلأ علاقات بدنا نفتح لهم أبواب أن يشتغلوا مع الاتحاد الأوروبي. فهذه يعني هاي وسيلة من وسائل تمكين الشباب، أنه أول إشي يصير هم مستقلين ماليا، وبنفس الوقت يصير عندهم رؤية واسعة عن كيفية أداء الشباب في الخارج، وكيف ممكن انه هم يتواصلوا معهم لتبادل الافكار ونشر ثقافه الشعب الفلسطيني. واهم شيء بالنسبه لنا واللي احنا لاحظناه، انه في فرنسا اتعلموا تجربه المجالس الشبابيه من فلسطين، يعني هم المجلس الشبابي في مدينه رومو كان معين تعيين، ويعني تجربتنا اتعلموا منها على اساس هلا هم في صدد انه يعملوا انتخابات في مدينه رومو في اقليم الألب في فرنسا. احنا يعني زي ما حكيت نهل، احنا فتحنا بالاضافه انه الدعم من احدى الدعمات انه يعني التواصل مع المؤسسات العالميه كلها، يعني في لهم كمان 5-7 سفر، في 2 من المجلس الشبابي راح يسافر مع مؤسسات بلديه بيت صحور للتواصل، هكذا دورهم يقدموا المشاريع والمخططات. كل العلاقات مفتوحه لهم بالمساعده، حتى يعني اي اجتماع بيصير معنا مع البلديات بيكون لهم دور. مثلا عندنا معهد ادوارد سعيد فتحنا له توأمة مع مؤسسات الخارجيه، فشغالين على هذول الشباب لازم يتواصلوا، وهذا احدى الدعومات اللي عندنا اياهم. حابب اسمع كمان تجارب وشو غيرت في حياتهم. مشال احكي يلا فش، تفضل. يعني انا بعد اعرف حالي مشيل بنوره، كنت يعني في كثير اوقات فراغ عندي، يعني كانت اوقات فراغ كثير عندي. يوم دخلت اجت فكره من المجلس المحلي الشبابي، وهاي يوم اجت الفكره دخلت وحبيت الفكره، دخلت ونجحت برضو، وبعدين صرنا نشتغل عبت اوقات الفراغ، وصرت برضو يعني واثق من نفسي اتحمل المسؤوليه. وبرضو كنت انا في الكشاف مجموعه النادي الارثوذكسي ببيت صحور، يوم كنت في الكشاف كنت اشتغل، بس برضو المجلس المحلي عبالي كل طاقات، يعني بطل في عندي وقت كثير لانه في شيء اسويه في البلد او شيء، يعني صار كله عمل تطوعي اخدم البلد واكون عكد المسؤوليه. جميل، قصص نجاح حاب اسمع. تفضل عبد الله ثوابت. اللي حاب انا اذكره في قصه نجاح كان بجانب شخصي لي، انه كنت حاب كثير اشارك واخدم البلد، بس ان الك جهه معينه انها تعطيني المجال اني اخدم البلد ما كانش موجود بالمره. يعني اغلبيه المؤسسات الموجوده نقابه عمال، شيء بتتعلق في الجانب الواسع للبلد، اما نحن كشباب ان نوصل صوتنا ما كانش موجود بالمره.
فكانت البداية أن هي المجلس الشبابي اللي صار عندنا في البلد. من خلال مجلس الشباب لقيت المساحة الواسعة اللي أنا بحتاجها أني أقدر أوصل صوتي للناس الموجودة في البلد، وإن إحنا ننفذ مبادرات وإحنا شغلات كنا حابين نسويها في البلد. جميل، شكرا. طيب أستاذ أحمد، كيف بتشوف مستقبل هذه المجالس؟ هذا الموضوع يعني شكل اهتمام المجالس المحلية الشبابية من ناحية، واهتمام البلديات، والأهم اهتمام منتدى شارك الشباب، لأنه بعد هالحركة لمدة 5 سنوات هل هو برنامج ممول بتمويل أجنبي وراح ينتهي البرنامج بانتهاء هذا التمويل؟ وهذا شكل أكبر تحدي بالنسبة لنا كمنتدى شارك الشبابي بأهمية البحث من قبل الشباب على فكرة نضمن من خلالها مأسسة المجالس المحلية الشبابية واستمرارية البرنامج. في حال وجود تمويل أو مش موجود لازم الفكرة تظل موجودة، لأنه الشباب أثبتوا مقدرتهم العالية والفكرة أو البرنامج واضح أنه برنامج من خلال تقييمنا أشرك الشباب وأوصل صوتهم زي ما بيحكي عبد الله بشكل كبير. ففي بحث عن مؤسسة الفكرة من خلال انتخابات لتجمع مجالس محلية شبابية. المجالس المحلية الشبابية 24 مجلس شبابي المنتشرين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب راح يعمل انتخابات داخلية بين الشباب، يتم تشكيل جسم مسجل في وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارة الاقتصاد تحت مسمى تجمع المجالس المحلية الشبابية. تجمع المجالس المحلية الشبابية مهمته البحث عن مصادر تمويل مختلفة للمجالس المحلية الشبابية، الرد بشكل موحد على كل التحديات اللي بتواجه المجالس المحلية الشبابية. تخيل مجلس شباب بيت جالة يكون في عنده إشكالية أو تحدي مع المؤسسات أو مع أي طرف من الأطراف، بده يكون مجلس شبابي بيت جالة لوحده، بكون تجمع المجالس المحلية الشبابية له بتضمن 24 مجلس شباب وكل المجالس الشبابية، إنه في مجموعة من البرامج تشتغل على الموضوع بتكون ضمن هذا الاتحاد. وإذا ما وجد الاتحاد نقدر نحكي عن نسبة ضمان أعلى شوي بإنه الفكرة راح تستمر لقدام، راح الشباب من خلال التجمع يبحثوا عن سياسة خاصة بهذا التجمع لوين المجالس المحلية الشبابية رايحة، مش من خلال المنتدى شارك أو من خلال البلديات أو من خلال وزارة الحكم المحلي. هم أكيد شركاء جيدين عندهم خبرة، لكن التوجه وسياسة التجمع المجالس المحلية الشبابية لازم يقودها الشباب أنفسهم. في بعض الطروحات كانت في أحد اللقاءات المركزية للمجالس المحلية الشبابية اللي ناقشت الموضوع، إنه ليش ما يكون في توجه عام أو وطني من قبل المجالس المحلية الشبابية تنفيذ حملات وطنية. بتحكي عن هيئات عامة تقدر ب 13,000 شاب وصبية في الفئة العمرية، ليش ما يتم الحديث عن بعض الحلول السياسية والمقترحات السياسية المقدمة من قبل الشباب؟ ليش ما يكون في طروحات لحل الوضع الاقتصادي من قبل الشباب المجالس المحلية الشبابية؟ فإحنا بنحكي عن ثقل مجتمع وشبابي بقود الشباب جايين بطريقة ديمقراطية من خلال الاقتراع، هم بشكل ثقل كبير، هم مؤمنين بقدراتهم وطاقاتهم زي ما سمعت الشباب بيحكوا، عندهم قصص نجاحات كبيرة، عندهم قصص إخفاقات أقل أو بديش تسميها فشل موجودة. لكن موجودة، لكن الكل متفق على أنه الفكرة جيدة وممتازة ووسيلة جيدة لعملية مشاركة الشباب. عشان المؤسسة بيحتاج جهد كبير من قبل الشباب أنفسهم أن يؤمنوا بالفكرة ويدافعوا عنها أمام المستوى الرسمي والمستوى المحلي والمؤسسات الممولة، ويكونوا أصحاب فكر وثقافة أنه إحنا لوين رايحين. وهذا أهم إشي وأهم تحدي بيواجهه المجالس، وممكن حله من خلال تجمع المجالس المحلية الشبابية. أستاذ مندجت، ممكن يدخل هذه الفئة للمجلس التشريعي حسب رأيك؟ ممكن، المفروض أن يكون في عنا، وهذا اللي دور الشباب فيها وتوصيله، أنه تغيير جزء من وهذه ما بدها يعني مجلس تشريعي ورئاسة، يكون عنا من ضمن القانون أنه محدد نسبة من الشباب في المجلس التشريعي، محدد نسبة من الشباب في المجالس البلدية، لأنه هذول هم الطبقة اللي بتنتقل الوطن، يعني اللي بدهم يقودوا الوطن في المرحلة القادمة، منهم المخرجين الجامعات، معظمهم خريجين جامعات، معظمهم متعلمين مثقفين، وهذول لازم يكونوا من ضمن المجلس التشريعي، لازم يكونوا من ضمن البلديات والمجالس البلدية. وإحنا أهم إشي ما مندور على بس التمويل، لازم هذا البرنامج يستمر، برنامج وطني سياسي يظلوا ينمو لأبعد الحدود، إنهم يظلوا فاعلين، نبعد نلهي الشباب في إشي وطني، في عمل وطني، في عمل سياسي، نبعدهم عن المشاكل اللي قاعدة بتزيد. يعني تقرير قبل يومين 80,000 مواطن في الضفة الغربية يتعاطى المخدرات، وهذا
دمار على الاقتصاد الوطني، دمار على الاقتصاد على المستوى السياسي، بالتالي انحدار الشباب لمستويات مشكلة. احنا من هذا اهم شيء هدفنا السياسي والوطني، ابعاد الشباب عن هذه المخدرات، عن جميع هذه الامور، ورفع مستواهم العلمي والتثقيفي والسياسي ليكونوا فعالين في المجتمع باكثر من النهي. الكوت النسائية، عدد النساء. لا، بالنسبة للشباب، الشباب كيف بتقدر تأخذ حقها؟ يعني إذا الشباب ما صاروش قوة ضغط على المجتمع المحلي، وقوة ضغط على الحكم المحلي، وقوة ضغط على شعبها الفلسطيني، ما بتقدر تغير. يعني التغيير بيجي من القوة، تغيير إنك أنت تأخذ حقك. فهون بيجي دور الشباب. يعني زي ما حكى أحمد، إنه قضية إنه إنشاء التجمع المجالس المحلية اللي هي زي اتحاد البلديات الفلسطينية، هذا عامل مهم في فتح آفاق. يعني المجتمع المحلي طول ما بيشوفك بتشتغل، طول ما أنت مأثر عليه، طول ما هو بعطيك مردود كبير، وبنفس الوقت المجتمع الدولي. فهون يا شباب، يعني أنا هون نداء لكم يا شباب، يعني زي ما حكى المهندس منجد، احنا وصلنا لمرحلة صعبة كشعب فلسطيني. هون بيجي دور الشباب في انه يدافع عن حقه، وبيجي دور الشباب في التنمية الوطنية، وبيجي دور الشباب في التكتل مع بعض من اجل التغيير وتنمية المجتمع بأكمله. لأنه إحنا الكبار مش رح نقدر ننمي المجتمع بمعزل عن طاقة الشباب الهائلة والخريجين الجامعات اللي هلأ هم عاطلين عمال. المفروض أن يكون عندنا رؤية مستقبلية لتغيير كل واقع الشباب. يعني ضغطهم الزايد وتجمعهم وخططهم وشغلهم على أرض الواقع هو اللي بيغير السياسة في الحكومة، في القوانين، في الأنظمة. اما اذا بتخف يعني نشاطاتهم، بالتالي الاستراتيجيه بتاعتهم بتقل، هم مش راح حدا يسمع صوتهم. قوه سماع صوتهم بعملهم على الارض، بفرض واقع سياسي جديد على الارض، وفرض واقع عمل جديد على الارض، واجبار جميع السلطه والقوانين والانظمه انه هذول موجودين لهم الحقيه في فتح مشاريع، بالتالي اعفاء من جزء من الضرائب، لهم حق في المشاركه في المجلس التشريعي، لهم حق في المشاركه في البلديات، نبعد عن القوانين والانظمه اللي جزء متخلفه معمول فيها من ايام الاردن سنه 65. فهذول العمل والضغط في الشارع هو اللي بخليهم ياخذوا كامل حقوقهم، واحنا داعمين لهم باقصى طاقاتنا كبلديات. جميل. انا بدي احكي في موضوعين في النقاش اللي داير. موضوع المجلس التشريعي واهميه موضوع مشاركه الشباب في الموضوع. مبادر منتدى شارك الشبابي راح يتم اطلاق انتخابات المجلس التشريعي الشبابي، راح تكون بشهر 15 بشهر 9 ب 15/9. راح تحكي بشكل كبير عن آلية عمل المجلس التشريعي عن قرب. راح يكون في انتخابات بين الشباب لعضوية المجلس التشريعي اللي هي 132 عضو من خلال الاقتراع الإلكتروني. ليش الإلكتروني؟ لأنه في مجموعة من العقبات اللي واجهت أهمية مشاركة كل الفلسطينيين، وبنحكي عن الفلسطينيين الشتات كمان، في انتخابات مجلس وطني. فإحنا بندور عن طريقة نقدر نجمع فيها كل الفلسطينيين لأهمية إنه يكون كل الفلسطينيين ممثلين في هذا المجلس. وكان صعب جدا على القيادة إنه تبحث عن طريقة للاقتراع في كل دول الشتات. ممكن الاقتراع الإلكتروني يكون طريقة جيدة. هسه ليش أهمية المجلس التشريعي يكون في إقبال جيد من الشباب؟ زي ما بتعرفوا المجلس التشريعي هو المسؤول عن إقرار القوانين وصنع القوانين من ناحية، ومن ناحية ثانية وهي الأهم، لعب دور الرقابة على الحكومة وعلى كل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي. إذا قدر المجلس التشريعي يتفعل، وواضح حالة غياب دور المجلس التشريعي بسبب الانقسام، قدر يتفعل المجلس التشريعي من خلال إعادة إحياء الروح فيه، مش راح نلاقي موافقة على السياسات والقوانين المتعلقة بالبطالة، في عدم إقبال وموافقة من قبل المجلس التشريعي على ارتفاع الأسعار وعلى الحالة الاجتماعية والسياسية المارة. فإحنا بنحكي عن فرصة جيدة للشباب للمشاركة في الهيئات المحلية والبلديات من خلال الانتخابات، وكمان المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الشبابي، اللي هي فعلا فرصة جيدة إنه يوصل صوت الشباب لصانعي القرار من ناحية،
ويمارسوا. وهذه النقطة الأهم، إنه التعلم من خلال الممارسة هي أهم طريقة للتعلم والتغيير في المجتمع. أنا لو أجي أضل أحكي عن الانتخابات وعن أهمية الانتخابات، دور الانتخابات للشباب 100 سنة لقدام، الشباب مش راح يلمسوا التغيير ولا راح يحدث التغيير إلا بعد. لما يجي يمارسوا ويشاركوا في العملية من الألف إلى الياء، ممكن يكون في تحديات، ممكن يكون في صعوبات، ممكن يكون في إشكاليات على الأرض كبيرة، الإشكاليات متعلقة بأحزاب سياسية، متعلقة بعض المشاكل العائلية وتدخل العشائر في الموضوع، ومجموعة من التحديات المجتمعية. لكن في النهاية هاي فكرة لازم تتبناها السياسة، تكون سياسة وطنية، كلنا متفقين إنها راح تحسن وضع الشباب، ولازم كلنا نشتغل على موضوع مؤسستها وعملها على مستوى وطني. وإحنا بنتمنى من الشباب في الانتخابات الشبابية إنه زي ما قال أهم نقطة عنا، نبعد عن السياسة، نبعد عن العشائرية والطائفية. تشكيلة المجلس الشبابي مثل تشكيلة المجلس البلدي، كوتا نسائية له، كوتا في بيت صحور في له كوتا ما فيش كوتا إسلامية أو مسيحية، بس أهم شيء الكوتا النسائية الثابتة. بس أهم شيء لازم الشباب تبعد عن إشي اسمه سياسة. طبعا السياسة لازم تكون في دمهم، مهمة، بس لازم يبعدوا عن السياسة، يبعدوا عن العشائرية والطائفية، ويكونوا يطلعوا الكفاءات عكس المجلس البلدي، لأن المجلس البلدي له كثير شغلات مترتبة عليه من العشائرية، من الفصائلية، من كل المؤسسات. نحاول نتمنى من الشباب إنهم يبعدوا عن انتخابات المجلس البلدي، وبالتالي يرفعوا أصواتهم للقيادات وللبلد. ابن الكرام، الوقت داهمنا، شكرا لكم على هذا النقاش المفيد. إذا أعزائي المشاهدين، إنه صوت الشباب الواعي المنخرط في العمل التعاوني، إنه الجيل القادر على الضغط على صناع القرار من أجل بناء العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد. أعزائي المشاهدين، بحب أشكر باسمكم كمان مرة ضيوفنا الكرام اللي شاركونا هذا النقاش، المهندس منجد الهواش نائب رئيس بلدية بيت صحور، والسيدة نائلة الحايك منسقة العلاقات الداخلية والإعلام في بلدية بيت صحور، وأيضا بحب أشكر باسمكم الأستاذ أحمد ديرية من منتدى شارك ومنسق منطقة الجنوب للمجالس المحلية الشبابية، وأيضا جمهور الحلقة من المجالس الشبابية. لاستفساراتكم الرجاء الاتصال على هاتف البرنامج رقم 275-3355، وزوروا موقعنا الإلكتروني bethlehem-nvmc.com. لكم من يوم طاقم البرنامج أطيب التمنيات والتحيات، وإلى اللقاء.